طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ هو كان اخد حاجه عشان خاطر الجواز يعني ولا حاجه؟ حاجه زي ايه يعني يا دكتور؟ معاك انت حاجه؟ ها؟ مفيش حاجه يا دكتور، ما تاخدش على كلامه، اصله تعبان شويه. هو واضح ان هو تعرض لانفعال مفاجئ، بالاضافه اذا كان خد حاجه يعني، فعملته هبوط في ضغط الدم وفقدان وعي. اما الحقنه اللي خدها هتخليه كويس جدا ان شاء الله يا رب. يعني ايه يا دكتور؟ شهر عسل كده اتضرب بقى ولا ايه؟ يا بنت اتكلمي شويه، شهر عسل ايه وبتاع ايه؟ لا لا لا، شهر عسل ايه؟ مفيش الكلام ده خالص. ايه؟ خالص. ليه؟ فهمت يا دكتور، فهمت. جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح، يا بختك يا سوريا. يا بنت تبطي، الراجل هيروح مننا. حاضر اهو، اتبطيت. اسكتي يا بنت انتويه. اديني الحبايه. سلامتك يا معلم. الف مليون سلامه عليك يا اخوي. الله يسلمك. شكلنا كده اتحسدنا، خدنا عين، وعين كبيره قوي. خدتوها على ايه يا اختي العين الكبيره قوي دي؟ بقى الحاجات دي بتتنزل. دي خيبه القمر راكبها جمل. شايف مرات ابنك بتلقح عليا بالكلام ازاي يا معلم؟ عاجبك كده؟ اصبري عليا بس لما ابقى اقوم. اصبر عليك اما تقوم. بقوم. والله طلعت قد القول يا باشا. اللي عمله العمروطي الليله كيفني وعلاه في نظري ياما. يعني الكلام بقى اللي قلناه المره اللي فاتت. لا، في شغلتنا دي ما تأمنش لصوابع ايدك، بس اللي يعمل الصح يستاهل كلمه في حقه. ايه رايكم بقى ان انا مش مطمن الحكايه دي لغايه دلوقتي؟ ازاي النوح يسيب بيته بالسهوله دي؟ اكيد الحكايه دي وراها مصيبه. ليه يا خال؟ هو انتوا مش برضو سبتوا البيت بالسهوله دي؟ اشمعنى بقى؟ انت بتعايرنا خميس ولا ايه؟ انا بفكرك بس. مصاريفنا كانت بره خميس، وكنا لازم نلمها، والنوح حط السكينه فوق رقبتنا. انت اللي سلمت رقبتك يا خال. ما تزعلش مني، هي محشوره في زور اصلها، واقفه من ساعتها مش عارف ابلعها. كان نفسي تقف له بدل ما تطيله. ما تطيله؟ ما تحاسب على كلامك يا خميس. ما تضيعوش فرحتنا اللي ما تتقدرش عشان خيبت زمان. خلونا في مكسب الليله. يبقى احسن برضه. ماشي يا حاجه، ماشي. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين عليك، يا صباح الورد على جناين مصر كلها. خلاص يا حنتومة، صبرت ونولت، الدنيا كلها فتحت لي ايديها. الحلم فاضله تكة ويتحقق، والتكة دي في ايدك انتي، وعشان خاطري بقى تكملي جميلك معايا. راحة على روحك شوية يا ست شوق، وفهميني. هفهمك، بس لازم تعرفي ان اللي عملتيه معايا ده كله كون، واللي جاي ده كون تاني خالص. كله بحسابه وانا تحت امرك. وبالنسبة للحساب اللي خدتيه مني قبل كده هتاخدي قده مرتين. قولي تلاتة. شوقتيني. قولي لي بس انت عايزة اعمل لك ايه يا ست شوق؟ في واحدة بتجيلك هنا اسمها مطرة، عارفاها؟ طبعا عارفاها ست ناطرة، دي ست كريمة وايدها فرقة. أفندينا له مصلحة عندها وقصده، وأنا عايزاكي تقفي جنبي وتساعديني يا حنتوش عشان خاطري. حنتوش منتوش، طربوش منفوش. الله الله، عيني عيني، أنا تحت أمرك يا ست شوق. ده أنا هفعصه، هعجنه بإيديا دول وارمي لكلاب السكك. طب بالراحة، وطي صوتك بس، انت هتفضحنا بصوتك العالي ده. خميس وسخ معايا قوي يا رمانة، وسخ معايا على الآخر. فضل يدحلب للباشا ويتمسع في رجليه زي كلاب السكك لغاية ما نوله غرضه. يعني خميس كده خلاص؟ حط ايده في ايد الباشا؟ حط ايده بس، ده ركب ودلدل رجليه يا ماما، ده بقى زي ظله، معاه في كل حتة. ودي آخرتها، عايزين يطردونا من بيتنا. سلامات يا باشا، وحياة أمه لا يجي عليه الدور هو كمان. طب اهدى يا اخويا واقعد، لا يطقلك عرق، مش هنعرف نفكر بالعصبية دي. هي ما فيهاش تفكير، هي خلصت خلاص. بص يا بنت الناس، أنا بيني وبينك اتفاق وده وقته،
وهتنفذي اللي هقوله لك بالحرف الواحد يا رمانه. انفذ ايه بس؟ مش لما اعرف الاول؟ هتعرفي كل حاجه. بكره هعد عليك الظهر هرسيك على الحوار كله. استبينا بنت الناس؟ استبينا. وحياتك اللي عامل لك في الحته دي حته صومعه تبقى يعني استبن القط النوم عشان يعني لو جينا في يوم من الايام وزهقنا منها ولو اننا عمرنا ما هنزهق منها حتى لو الركنه طولت فيها. قبل بقى كل ده مش تقولي لي عملت ايه؟ السؤال ده على فكره فيه اهانه جامد ليا. يعني حصل؟ حصل وحصل وحصل وكلها يومين ثلاثة وسرها هيبقى في عيب وساعتها تمد ايدك بقى وتغرب زي ما انت عايز. يعني مالي عيدك يا شوق؟ طب مد ايدك كده وحطها على قلبي واسمع مزيكة حسب الله اللي شغالة جوه. بتقول لك لو طلبت نور عيني مش هعزه عنك. ثابت ثابت ايه؟ دي لسه على المحارة ولسه بدري قوي على الروماتيزم. ولا ايه؟ ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. يا معلم انا عملت لك الشوربه والفرخه بايدي. يوه راح فين؟ يا معلم يا سيد الناس يا دي النيله. طب والاكل اللي انا عاملاه ده هيروح فين؟ يا معلم في ايه يا سوري؟ يا اختي المعلم مش لاقياه، عملت له الشوربه والفرخه وما لقيتوش، يعني هو اول ما يشد حيله يشدها بره؟ هيكون راح فين يعني؟ تلاقيه هنا ولا هنا ولا عنده مشوار؟ مشوار؟ في ايه يا موزه؟ في واحده عايزاك يا ست مطره. واحده مين دي؟ بتقول اسمها حنتومه. حنتومه؟ يا راجل حد يسيب عروسته يوم الصباحيه؟ انت باين عليك شطابت يا معلم. عيب يا باشا نوديني في العتائي. انا بس عدم مؤاخذه جاي المعاريك عشان افهم معنى الكلام اللي معاريك قلته. كلام ايه؟ انا بقول لك كلام كتير يا معلم. كلام اللي عن البيت. مظبوط يا باشا. شوف يا معلم انا بديك فرصه كبيره قوي انك ترجع السوق وتصلح اللي ابنك عمله. وايه دخل ابني بموضوع البيت؟ ما هو مش معقول واحده زي سوريا تعيش في البيت ده وبنت انا تعيش في بيت في حاره. هذا مؤاخذه يا باشا انا مش فاهم. وايه دخل الحلم الصغيره؟ ما هو انا بنتي هتتجوز خميس والبيت ده هيبقى هديه فرحهم منك. يا باشا انا شوف يا معلم انا بعمل معاك واجب كبير قوي. هرجعك السوق وهرجعك بقوه. البيت ده عربون الوفاء والطاعة. ولا انت ليك رأي تاني يا معلم؟